انا معايا على الهاتف الفنان صلاح عبد الله، ويعني يمكن عايز يعلق على التويته اللي نشرها اللي نزلت، اللي هو انا مش عايز مش هشجع ليفربول تاني. عم صلاح مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الفل يا رميل. اولا اسمع تعليقك بقى، النهارده يوم حزين. يوم صعب جدا علينا يعني، واحنا برضو الحزن من حقه ان هو يدخل قلوبنا بعد الامل الكبير كان ان احنا نوصل لكاس العالم عشان تبقى تاني مره على التوالي. بس انا بمسي على حبايبي بقى الجامدين قوي دول، حسني عبد ربه وزيدان. صلاح الله يخليك، صلاح ربنا يخليك. ده ايه ده؟ الله يديك الصحه كده ودايما منور. دي ناس بتفهم كوره قوي. انا كنت بلعب في قلوب الطلبة والأسد المرعب وتحترف في أول مرة أضحك يا عم صلاح، والله العظيم من أول لحظة أضحك اللي أنت بتقوله ده. ليه كتبت التويتة دي؟ أنت عارفة أنا أول مرة أطلب المداخلة يعني. أيوة طبعا طبعا، عشان أدخل طبعا. أنا المرة دي بقى عرفت أوصل لكلامي. أنت تنورني في أي وقت وأنت عارف. يا حبيبتي قاعد بتفرج عليكي، فرحت قايلاها وقايلاها وأنت إيه كما لو كنت بتاخدي موقف مني. لا انا ما اقدرش اخد موقف منك، انا بس يعني صعبان عليا. بصي انا يمكن والله قد اكون يعني اكتر واحد كتبت عن محمد صلاح وعملت بوستات لمحمد صلاح وتغريدات وعندي صوره انا رافع فوق السما كده وبدعي له ومنزلها النهارده. اللي حصل لي ده بوست انا اعترف واقر اهو قدامكم، بما ان جبت سيرته، ان هو بوست انفعالي غاضب عشان ما يجراليش حاجه، عشان انا كنت عايز الحق نفسي ما يجراليش حاجه. احنا بصي الماتشين لما نشوف الماتشين لا خلاص يعني السنغال افضل وهي الاحق بالوصول، واخده بالك؟ انما احنا كان نفسنا نوصل. انا كتبت البوست بقى اللي يحتمل الهزار والجد بالاثنين في آن واحد، وبعتذر عنه لو ايه اتفهم غلط. حتى بقول للناس انا مش قصدي ضربة الجزاء خالص خالص، انا قصدي اني عايز اقول لك بصراحة، عايز محمد في الماتشات بتاع المنتخب اشوفه يعني احنا كمصريين ولا يا حسني عشان انت قدامي دلوقتي. اشوف الاحرارة والله اشوف محمد. يعني فاهمة الناس معظم التعليقات كده يعني اللي هو ايه، حاول تمنع هجمة يعني حس اعمل يا عم اعمل انك بتحاول اعمل حتى مش فاهم يعني. بس ده اللي يعني انا ما اقدرش انكر ان احنا بس من كتر حبنا لبلدنا رميز بنبقى بتاع انه ايه يعني. انا عارف ان ايه الظروف مش مهيئه ليك زي ما بتلعب مع ليفربول، واللي حواليك مش زي اللي حواليك في ليفربول، ويا محمد يا مو احنا بقينا نشجع ليفربول عشانك. وانا ما كنتش اشوف اكيد التوقيت خان حضرتك وقت. ممكن من العصبيه وكلنا متعصبين، ممكن اي حد فينا بيغلط او بيكتب حاجه بتبقى في وقت حزن وكده، لكن دي بتاكد حضرتك طبعا داعم للراضيين دايما ودايما في ظهرنا وفي ظهر المنتخب دايما، فدي حاجه ما تقللش من اي حاجه من حضرتك، بالعكس دي حاجه تشكر عليها اللي انت طالع وتوضح، لان الناس عارفه احنا كلنا كمصريين في حزن. لا صدقني كلنا كده قاعدين ربنا اعلم باللي جوانا، واحنا لو قاعدين متملكين نفسنا بس اللي جوانا مش عايز اقول لك احنا عاملين ازاي والله العظيم يعني. وبعدين انت عارف يا حسني والله احنا عندنا مشكله مع كاس العالم. بقول لك ايه، احنا في اعظم اوقاتنا وهو ده حسني وزيدان قاعدين معاكي، في اعظم اوقاتنا كان برضه حظنا وحش مع كاس العالم، وكذا مره كان ده حقيقي توصل ده حقيقي وما وصلناش. ده حقيقي ده حقيقي يا عم صلاح، ده حقيقي. يعني اعذرونا واعذروا لا 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 لا، عذرك مقبول يا عم صلاح طبعا يعني. وبعدين ما تاخديها يا ستي مش هشجع ليفربول تاني عشان مانيه عشان ما اتفرجش على مانيه. ايوه ميرسي يا عم صلاح. لكن فعلا صح على فكره، انت ممكن يكون فعلا قصدك مش هتشجع ليفربول تاني عشان خاطر مانيه. ايوه ما هو ساديو ده. لا هم طبعا بص يا حسام ازاي، لا هم فرقه جامده جدا يعني. النتيجه اللي احنا وصلنا لها على فكره مش يعني في الاخر مش وحشه، احنا احلام يعني. يا عم صلاح بقى مش لازم. خلاص شكرا يعني. شكرا استاذ الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله.